من جديد وسجل هدف التعادل عبد الرزاق حمد الله. والمواجهة فيها أكثر، فيها ندية أكثر، فيها تنافسية أكثر. هدفان لهدفين، أصبحت النتيجة الآن الريان يعود عن طريق صيادة. نعم هو الصياد عبد الرزاق حمد الله في الكرة الماضية. التمريرة أرسلت، الكرة الطولية وصلت، والانطلاقة أتت، والمرور حدث، وبعدها التسديدة دخلت وفي الشباك استقرت لمصلحة الريان. الهدف الثاني في هذه الأثناء، هدفان لهدفين، والتعادل يحدث في هذه القمة. والقمة والإثارة مستمرة وستكون أكثر في قادم الدقائق وفي قادم اللحظات في هذا السجال المستمر.